الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا رب أعنتنا على الصيام والقيام، فأرجعنا اللهم أن نقوم بواجب شكرك على إحسانك وتفضلك وتوفيقك. وأفضل الصلاة والسلام على من يشفع لنا يوم الحساب وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريق الحق والصواب. وبعد، نحن بمعنى شهر رمضان ما معجلة الاجتماع معنا أيها الطيب الكريم. يا سبحان الله، ما أسرع ما ينقضي العمر وما أعجل ما تنقضي الأيام والليالي، كأنها أمطار الطريق عرفت في هذه القدر. وما الحياة كلها إلا لحظات معدودة وأنفاس لحظات محدودة وأنفاس معدودة، والبقاء والدوام لمن له البقاء والدوام. كل شيء هادئ إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شهر رمضان، أين هو شهر رمضان؟ ألم يكن بين أيدينا؟ ألم يكن مثل أسماعنا ومثل أبصارنا؟ لم يكن إلا طرفة عيني حتى تنقضي مواسم التقوى، وبدا الروح قد غدر تقليدها وإلى الله المصير. ما أكثر الذين تعللوا بعجلهم وضعفهم عن الصيام، وما كان الذي فيهم والله من مرض الأعداء، ولكنهم ظلموا القلوب. أي شهر رمضان، قل للذين خدعوا هذه المرة لا تخدعوا بمثلها مرة أخرى، وقل لهم وأنت على عتبة باب السفر إن باب التوبة مفتوح على أصبعين، فمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيها المسلمون الصائمون الصائمون، أفلا تجلسون معي قليلا نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب؟ هل نسينا أن الميزان دقيق وأن الناقش بطيء؟ فماذا يكون جوابنا لو قيل لنا لقد كنتم في صيامكم ناقين رافدين وكنتم في قيامكم ساهين؟ من منا إذا لم يجب ولم يرفض في صيامه؟ ومن منا لم يجب ولم يجب في قيامه؟ وكيف إذا نتكل على أعمالنا؟ وكيف نطمع إلا برحمة ربنا؟ أيها المؤمنون، أفلا أدلكم على خطوة تمروا بها أعمالكم من أثوابها وتخلصونها من شوائبها؟ اغتنموا هذه الأعضاء الباقية أمامكم واغسلوا قلوبكم الآن بدموع الاستغفار، وارفعوا أفق الصلاة إلى سليم الصوفاء. قولوا معي في هذا المكان الطاهر: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقوة أخرى أعظم وأكبر أن توجعوا هذا الطيب الكريم بما يودع به الطيب الكريم، فإن الطيب الكريم لا يودع بمجرد التحيات والتسليمات، ولكن يجاهد بالتحف والصحف